نعم بعض بعض في القرار، القرار هو لغة الإثبات، إذن يقال أقر بمعنى أثبت. في الشرع وشرعا إخبار الشخص بحق عليه، إخبار الشخص بحق عليه. في عبارة تقع إخبار خاص، الشخص يخبر بإخبار خاص بحق عليه. فحق عليه، كلمة عليه تقتضي أن ما عليه الدين، فلم يدخل في هذا إقرار بعيننا، الإقرار إقراران، إقرار بدين أو إقرار بعين، لذلك لو زاد إقرار بحق عليه أو عنده يشمل القسمين، هكذا ذكر بعض الناس. لكن يمكن تعميم كلمة عليه، إقرار بحق عليه يعني دينا أو عينا، كلاهما يكون في رقبته، لو كان عينا أو لو كان دينا، يعني يتعلق برقبته، لذلك يمكن تعميمه. نعم. ثم هذا إقرار إخبار بحق. نعم. فإن كان له على غيره وهذا يقر بحق عليه لغيره، شخص يخبر بحق عليه يعني على المقر، عليه حق لغيره، لو كان على العكس يعني وهو يخبر أن عليه حقا، أن له حقا على آخر على غيره وهو الدعوة، وذاك يكون دعوة. يعني لو قلت إن لي على فلان شيء، وهذا يقال دعوة. أما لو قلت علي لفلان وهو إقرار، هكذا تقابل بين الإقرار والدعوة. ثم لو كان لغيره على غيره، رجل يقول لفلان على فلان آخر، وذاك يكون شهادة، في شهادة الشاهد يقول هكذا لفلان مثلا لزيد على عمد شيء كذا، نعم هذا يكون شهادة. ثم هناك هكذا إخبار يبقى بعض الأنواع، يعني رواية فتوى أيضا. فإذا إخبار محسوس وهو رواية، إخبار محسوس ورواية، يدخل في هذه الرواية رواية الأحاديث أيضا والحكاية أيضا داخلة في هذه الرواية. ثم إخبار من حكم شرعي وهو فتوى، نعم الفقهاء فرقوا بين هذه الكلمات والمصطلحات هنا في باب الإقرار، إقرار دعوة ثم شهادة رواية فتوى، كلها من أخبار من أنواع الإخبار. نعم. ثم ويسمى اعترافا، يعني الإقرار يسمى اعترافا أيضا، لغة وشرعا يقال الإثبات يقال اعتراف لغة، كذلك في الشرع أيضا. ثم يؤاخذ بإقرار مكلف
مختار وشردت فيه لفظ من هكذا. أولا ذكر حكم الإقرار قبل بيان شروط الإقرار، ذكر يعني حكم الإقرار. ما هو حكم الإقرار؟ لو أقر شخص إقرارا صحيحا يؤاخذ عليه، يعني لا يجوز له الرجوع من الإقرار. أولا أقر بحق، مثلا رجل قال علي لزيد 100,000 دينار أو درهم هكذا، أو يعني رجل عنده شيء وقال هذا لزيد، ما يجوز له الرجوع من هذا الإقرار؟ لا يجوز له الرجوع من هذا الإقرار. ثم يؤاخذ عليه، يعني هذا الحق الذي أقر به عليه يؤخذ منه ويعطى لصاحب الحق للمستحق، يعطى لصاحب المستحق، ولو أنكر بعد الإقرار لن يؤخذ منه. لذلك استعمل هنا يعني صيغة يؤاخذ، والمؤاخذة فيه يكون نوع عقوبة. يؤاخذ بإقرار مكلف، أو يؤاخذ بإقرار مكلف مختار. إذن متى يصح الإقرار لو كان مكلفا؟ ثم لا يكفي مجرد التكليف البلوغ، بل يجب يعني الرشد أيضا، ينبغي أن يكون رشيدا أيضا. يؤاخذ بإقرار مكلف مختار، ينبغي أن يكون إقراره باختياره، ثم يبين محترزه. فلا يؤاخذ بإقرار إقرار صبي ومجنون، أو لا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون. لماذا؟ لأنهما ليسا مكلفين. ثم ومكره، لا يؤاخذ مكره. لماذا؟ لأنه ليس مختارا. مكره بأي شيء؟ بغير حق. إذن لو كان مكرها بحق يؤاخذ كما سيأتي. ثم ومكره بحق على ما أكره على الإقرار. كيف هذا؟ صورته هذا بأن ضرب ليقر رجل ضرب آخر. لماذا ضربه؟ ليقر أن عليه كذا وكذا لفلان هكذا. أما مكره، هذا محترز قوله بغير حق. لو كان الإكراه إكراه بحق كيف يكون هذا؟ أما مكره على الصدق، كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها، فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه، سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت مثلا. فإذا رجل يضرب يعني أكره على الصدق، كأن ضرب ليصدق في أي شيء، في قضية، في أمر اتهم فيها، هذا الرجل متهم في هذه القضية، يعني هل أخذ أو لم يأخذ، هل عنده أو ليس عنده هكذا متهم. فإذا ضرب لماذا؟ علي أن يقر بالصدق، يصح هذا الإقرار، هذا إقرار بحق، عند التهمة يجب أن يصدق على الصدق، والإقرار على هذا الصدق إقرار بحق، فيصح حال الضرب وبعده. متى يصح هذا الإقرار؟ هل يصح حال الضرب؟ نعم يصح حال الضرب، ويصح بعد الضرب أيضا. ثم المصنف يقول على إشكال قوي فيه، يعني في صحة هذا الإقرار حالة الضرب وبعد الضرب، هناك إشكال قوي صوبي، ما هو الإشكال؟ هكذا يعني ضعف هذه الصحة. أولا قال يصح على الضرب وبعده، ثم قال على إشكال قوي به، بقوله هذا أشار إلى ضعف هذا القول، والصحة
ضعيف. نعم. سيما إن علم يعني أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذته، سيما يعني على المكره، و علم أنهم لا يرفعون الضرب يعني لا يزال يضرب إلى متى؟ إلى إقراره بقوله أخذته، هكذا هو علم. فإذا هو مضطر للإقرار بعد ذلك أقر. فإذا كيف يصح إقراره؟ وعلى الضرب وغيره هناك، ويلزمه ما أقر به لأنه غير مكره، هكذا قال. يعني هذا علة صحة إقراره على الضرب وبعده، ويلزمه ما أقر به، يعني هو يؤاخذ لأنه غير مكره. لماذا؟ إذ المكره من نكره على شيء واحد، المكره من نكره على شيء واحد، وهذا يعني هذا الرجل المكره إنما ضرب ليصدق ولم ينحسر الصدق في الإقرار. إذن هذا رجل اتهم في قضية، فإذن عنده إما الصدق أو الكذب، يعني الاعتراف أو الإنكار، لم ينحسر أحدهما، لذلك هذا لا يقال في حقه أنه إنه مكره، ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر. واستشكل المصنف قبول إقراره على الأرض لأنه قريب من المكره، هذا هو الإشكال. إقراره كيف يقبل على الأرض وهو وإن لم يكن مكرها حقيقة، لكن هو قريب من المكره. ثم قال: وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر، أي إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقرر، هكذا يعني ذكر علي شبرا اللسين يقال أن للمغني والنهاية، فهذا هو الإشكال. نعم. فإذا أشار المصنف زين الدين المخدوم رحمه الله إلى وجه هذا الإشكال بقوله: سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذته، لا يرفعون الضرب كذلك كما يظهر من نقل الشرواني أنهم يعيدون الضرب بعد الضرب لو لم يقروا، يعيدون الضرب، فإذا هو يخاف. نعم. فإذا هذا يعني ضعيف. ثم ولو ادعى صبا أنكر أو نحو جنون وجد أو إكراها وثم أمارة كحبس أو ترسيم وثبتت ببينة أو بإقرار المقرر له أو بيمين مردودة صدق بيمينه ما لم تقم بينة بخلافه. يعني رجل أقر بحقه، فإذا متى يكون إقراره مقبولا؟ لو كان مكلف كما سبق. فإذا رجل أقر ثم بعد ذلك أنكر، وهذا الإنكار لا يقبل في حقه، فإذا ماذا فعل هو؟ هو ادعى أنه كان صبيا وقت الإقرار، يعني ادعى فساد إقراره بكونه صبيا حال الإقرار أو بكونه مجنونا حال الإقرار، هكذا ادعى عدم التكليف عنده، هل يقبل أو لا يقبل؟ هذا الذي يذكر. نعم. ادعى صبا أمكنا، لكن ينبغي أن يكون ممكنا، ممكن هذا رجل يعني ابنه 35 سنة، هو ادعى ثم بعد ذلك ممكن قبل 5 سنوات أقر، فإذا لا يمكن هذا صبا. هكذا لو كان صبا ممكنا ولو ادعى صبا أمكن
أو نحو جنون رهيدا. هذا ينبغي أن يكون الجنون معهودا ولو مرة في حياته وإلا لا يقبل. نعم. أو إكراها أو إدعى أنه كان مكرها على الإقرار لذلك أقر. فثم أمارة لما أمارة على الإكراه كحبس، يعني كان رجل محبوس ثم هو خرج من الحبس وادعى أنه أقر في الحبس بسبب الإكراه. أو ترسيم، ترسيم يعني تضييق عليه من الحاكم، التضييق من جانب الحاكم هذا هو الترسيم. كيف يكون هذا تضييق من جانب الحاكم؟ كأن يوكل الحاكم من يلازمه حتى يؤمن من هروبه قبل فصل الخصومة. مثلا الحاكم وكل به رجلا، هذا الوكيل يلازمه يعني لا يفارقه ابدا. هكذا. ثم بعد فصل الخصومة وادعى انه كان مكرها على الاقرار لذلك اقرها. نعم. وثبت ببينة، ثبت هناك نسخة أخرى، وثبتت ببينة. ماذا ثبتت؟ هذه الأمارة، الأمارة أو ما ذكر من أمارة، ثبتت ببينة أو بإقرار المقر له. أو كيف ثبت؟ بإقرار المقر له أو بيمين مردودة. أو ثبت بيمين مردودة، يمين مردودة معناه هذا حينما استحلف المقر له لم يقر، يعني لم يحلف. نعم. المقر له عندما يعني طلبه الحاكم أن يحلف لم يحلف، فإذا هذا المدعي وهو المقر يحلف، هذا الحلف يقال له، هذا اليمين يقال له يعني يمين مردودة. ثم صدق بيمينه، نعم، في هذه الحالات يصدق هذا المقر بيمينه، لكن ما لم تقم بينة بخلافه، لو قامت بينة بخلافه لا يكون، يعني لا يقبل. أما إذا ادعى الصبي بلوغا، هذا على العكس والذي سبق، يعني دعوى فساد الإقران، وهذا دعوى صحة الإقران. وأما إذا ادعى الصبي بلوغا، لماذا يدعي؟ لأجل صحة الإقرار، يعني هو أولا أقر، فإذا ممكن وقع خلاف، مثلا ورثته أنكروا هكذا، فإذا الصبي قال ادعى أنه كان بالغا عند الإقرار لصحة، ليصح يعني إقراره هكذا بلوغا. كيف هذا ادعاء البلوغ؟ البلوغ كيف؟ بإمناء، إمناء يعني خروج المني يقظة أو مناما يقال. ثم هذا بالنسبة إلى الرجل البلوغ بإمناء غالبا أو المرأة أيضا. ثم هناك الصبية ادعت بحيض، هي أيضا داخلة في هذه الصورة، يعني ممكن هذا إمناء ينبغي أن يكون ممكنا، يعني أقل سن الإمناء 9 سنوات، 6 سنوات. نعم. فإذا ينبغي أن يكون بعد 9 سنوات، لو كان قبل 6 سنوات لا يصدق، لا يمكن، فيصدق في ذلك. هل يحلف عليه ولا يحلف عليه؟ هنا ما في إمام الله يحلف، ذكرنا صديق بيمينه، وهنا لا يطلب الحلف ولا يحلف عليه. نعم. لماذا لا يحلف عليه؟ هنا لو رد قوله صار صبيا، يعني الصبي لا يحلف، لا يعتبر بيمينه. لو خصم، إن خصم لأنه إن صدق لم يحتج إلى يمين،
وإلا فالصبي لا يحلف، هكذا ذكر في التوحيد. نعم. أو بسن يعني كلف ببينة عليه، يعني على الصبي ادعى البلوغ بسن، أكمل سن البلوغ هكذا ادعى، فإذا يكلف ببينة عليه. نعم. وإن كان غريبا لا يعرف، يعني هذا رجل في هذا البلد رجل غريب يعني لا يحلف، مع ذلك يكلف، لو كان غريبا لا يمكن أهل هذا البلد أن يثبت متى كان ولادته هذا البلد متى ولد، يعني لا يثبت عندهم، بس ومع ذلك هم يعني يفتشون عن مولده ويأتون ببينة فلا بأس، فهذا ممكن، المعرفة ممكنة، لذلك يكلف. ذكر في التحفة لسهولة إقامتها في الجملة. نعم. ثم هنا ما هي البينة؟ هنا رجلان فقط، ليس رجل وامرأتان، هذا الذي قال وهي رجلان. نعم. إن شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا، يعني أربع نسوة شهدنا أنه ولد يوم كذا، قبلنا، ويثبت بهن السن تبعا كما قاله شيخنا، يعني تبعا لثبوت الولادة، أما ثبوت السن مباشرة لا يثبت بالنساء، نعم، بل يثبت بالرجال فقط، وشرط فيه أي الإقرار. لماذا لا يثبت برجل وامرأة الثاني منها؟ ذكر في الحاشية لأن ما ذكر يكفي في إثبات الولادة ونحوها مما يظهر للنساء غالبا، رجلان فقط فلا يكفي رجل وامرأة الثاني، وذلك لأن ما يظهر للرجال غالبا وليس بمال ولا المقصود منه مال. نعم. لذلك لا تقبل فيها المرأة. نعم. لو كان يعني المشهود عليه ما يظهر للرجال غالبا ثم ليس بمال ولا المقصود منه بمال، عندئذ لا يقبل إلا الرجال، هذا هو يعني الفرق. لو كان يعني المشهود عليه مال أو ما يقصد به المال تقبل به المرأة، أو يعني لا أو ما لا يظهر للرجال غالبا، أو هناك أيضا تقبل المرأة، إلا لا تقبل المرأة. نعم. فإذا هذا السن مما يظهر للرجال غالبا وليس بمال وليس يقصد منه المال. نعم. ثم وشرط فيه الإقرار، يبين هنا شرط الإقرار، لفظ يشعر بالتزام، شرط في الإقرار لفظ شرط. نعم. ينبغي أن يكون اللفظ يشعر بالتزام بحق. نعم. يشعر هذا يدل على أن اللفظ يكفي فيه الكناية أيضا، فإذا لا يجب الصريح، بل إما صريح أو كناية. نعم. كعلي أو عندي كذا لزيد، يعني رجل يقول علي كذا لزيد، أو يقول عندي كذا لزيد، إذا علي هو صيغة إقرار بدين، أما قوله عندي فهو صيغة إقرار بعينه. نعم. ولو زاد فيما أظن أو أحسب لغى، لو أضاف هذا القولان لفظ الاعتراف بالحق، لو أضاف إلى ما إلى الظن أو إلى الحسبان يكون لغوا، إذن لو قال فيما أعلم أو أشهد يصح، لو أضافه إلى العلم يصح، لو أضافه إلى إلى الظن يكون لغوا. ثم إن كان المقر به
معينا لزيد هذا الثوب أخذ به أو غيره كله ثوب أنا. لا لا هذا الإقرار له. لا لا إقرار له. نعم له الإقرار. نعم نعم. ثم ينظر يعني المقر به. ما هو المقر به؟ المقر به يعني هذا الدين أو العين. لو كان معينا إما يكون معينا أو غير معين. معين يعني عيني. لزيد هذا الثوب. هذا الرجل عنده ثوب فقال هذا الثوب لزيد أخذ به. يعني هذا الثوب يؤخذ. هذا عنده موجود فإذا يؤخذ ويؤتى لزيد هذا أخذ به. ثم أو غيره يعني ليس هذا المقر به عينا بل هو معينا بل هو دين. مثاله هذا ك له ثوب أو ألف هكذا قال لزيد علي ثوب أو لزيد علي ألف هكذا قال. وأتى بمثالين ثوب وألف أحدهما للنقد ألف نقد دينار درهم أو يعني عملة أخرى أيا كان. ما ثوب هو عرض فإذا في هذا الدين أيضا يكون هكذا عرض إقرار بثوب أو إقرار بدابة أو إقرار بحيوان أو إقرار بشيء آخر بأي متاع كان يصح. ثم اشترط أن يضم إليه أن يضم إليه شيء مما يأتي. ماذا يأتي؟ يعني هذا ما يدل على الاعتراف من قوله علي عندي هكذا كعندي أو علي. نعم فإذا لزيد هذا الثوب لا يكفي هذا. لزيد هذا الثوب عندي أو لزيد عندي هذا الثوب. في الثاني لزيد علي ثوب أو لزيد علي ألف. فإذا لم يذكر في الإقرار بالعين قوله عندي أو لم يذكر في الإقرار بالدين قوله علي يكون لغوا. هذا شرط ذكره. ثم وقوله علي أو في ذمتي للدين. نعم ويفرق بينهما يعني يذكر الفرق بينهما. قوله علي أو قوله في ذمتي هو للدين. ثم ومعي أو عندي للعين. فإذا لزيد معي هذا الثوب هذا للعين. نعم فإذا عندما يقر بالعين ينبغي أن يستعمل عندي ومعي. عندما يقر بالدين ينبغي أن يستعمل بعلي أو في ذمتي هكذا. نعم لو عكس لا يصح يعني أخل بشرط شرط الإقرار فلا يصح. ثم ويحمل العين على أدنى المراتب. لو أقر بعينه يعني هذا الثوب عندي لزيد أو هذا الثوب معي لزيد. لو أقر على أي يعني مراتب على أي المراتب يحمل. يعني هناك مراتب لكون العين عنده إما ودية أو إجارة أو إعارة أو غصبا أو سرقة هكذا يعني احتمالات كثيرة. فإذا أدون المراتب الودية يحمل عليه. يعني لو قال رجل هكذا هذا الثوب عندي لزيد أو هذا الثوب معي لزيد يحمل أن هذا الثوب كان عنده مودعا جعله الزيد وديعة عنده هكذا. ويقبل قوله بيمينه في الرد والتلف. فإذا لو ذكرنا أن هذا وديعة يقبل قوله في الرد ثم وكذلك يقبل قوله في التلف. نعم
بعد ذلك أولا هكذا قال أقر هذا الثوب عندي لزيد. ثم بعد ثلاثة أيام لم يؤخذ الثوب، بعد ثلاثة أيام، بعد يوم أو يومين، بعد مدة هو قال أنا رددت هذا الثوب إلى زيد، أو هو ادعى أن الثوب قد تلف، يصدق بيمينه. نعم وكا نعم وبلا وصدقت وأبرأتني منه أو أبرئني منه وقضيته لجوابي أليس لي عليك كذا. وقال لي وقال له لي عليك كذا من غير استفهام، أو قال له لي عليك كذا من غير استفهام. يعني هذا أمثلة للفظ يشعر بالتزام بحق، أولا يكون صريحا يعني استئنافا منه من المقر علي كذا عندي كذا معي كذا هكذا. ثم هذا نعم أو يعني وما ذكر بعده كل هذا ذكره جوابا لقائل، والذي سبق يعني ذكره استئنافا وهذا ذكر جوابا. إذن حينما يذكر جوابا كيف يكون هذا؟ إما قال نعم فقط، إما قال نعم، أو قال بلى، أو يعني صدقت خطابا صدقت، أو خطابا أبرئتني منه، أو قال أبرئني منه، أبرئتني ماضيا أبرئني أمرا، أو قال قضيته هذا صيغة التكلف لجوابي أليس لي عليك كذا. هكذا عندما قيل له هو قال بلى أو قال نعم. سمعنا يقال مثلا في سؤال أليس كذا وكذا نعم. الجواب نعم هذا النفي، لا جواب يعني بلى، هذا الذي أردت أن أبين يعني لجوابي أليس لي عليك بكذا، في جوابه قال بلى أو قال نعم وأيضا إثبات إقرار، لا هذا يكون نفيا، يكون نفيا هذا يعني يكون جوابا لما بعده، أو قال له لي عليك كذا من غير استفهام، هناك قال نعم جميل. إذن نعم وبلا يرجع يعني إلى سؤالين نعم، ثم الباقي كله يرجع إليهما. مثلا صدقت أليس لي عليك كذا، أو قال له لي عليك كذا، عندئذ قال صدقت، أو قال أبرئتني منه، أو قال أبرئني منه، أو قضيته، كل هذا يأتي إليهما نعم، لأن المفهوم من ذلك الإقرار، من ذلك الإقرار يعني من هذا الجواب ما هو الظاهر، الظاهر الإقرار، لذلك المفهوم عرفا من هذا الإقرار، لذلك وهذه الأجوبة تشعر بالتزام بحق حسب العرف. ثم ولو قال اقل الف الذي لي عليك، هكذا قال له رجل اقل يعني اعطني الالف الذي لي عليك، او قال ماذا او اخبرت ان لي عليك الفا، فاذا لو قال هكذا يعني ولو قال اقضي الألف الذي عليك لي عليك، أو أخبرت أن لي عليك ألفا فقال نعم، أو ماذا قال؟ إما ذكر هكذا أقر بقوله نعم، أو أجاب بقوله أمهلني، هكذا قال أمهلني، أمهلني يعني هذا اسمح لي بتأخير الأداء، هو طلب المهلة أمهلني، أو لا أنكر، أو قال لا أنكر ما تدعيه، ما هكذا، أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح أو الدراهم، هكذا أجوبة مختلفة
إما يكون بقوله نعم أو قوله أمهلني أو قوله لا أنكر ما تدعيه أو قوله حتى أفتح الكيس أو حتى أجد المفتاح أو حتى أجد الدراهم هكذا أجاب بشيء من هذه الأجوبة جوابا لقوله ماذا قوله اقض الألف الذي لي عليك أو أخبرت أن لي عليك ألفا فليصح أولى مثلا فإقرار كل هذا إقرار ماذا لأن في كل هذا إشعار بإعتراف بحق النعم حيث لا استهزاء لكن ليس هذا مضطردا في جميع الحالات لا يصح لكن يصح لو لم يكن استهزاء إذن ممكن يقول هذا الجواب استهزاء بقوله فلا يكون إقرارا هذا الذي قال فإن اقترنا بواحد مما ذكر قرينة استهزاء كإيراد كلامه بنحو ضحك وهز رأس مما يدل على التعجب والإنكار أي وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن به مقرا على المعتمد هذا مثال يعني استهزائي استهزاء كإيراد كلامه كلام نفسه بنحو ضحك أو هز رأس مما يدل على التعجب والإنكار هذه علامات للإنكار أي وثبت ذلك ماذا ثبت ذلك يعني ثبت الاستهزاء كيف ثبت بيمينه كما هو ظاهر لم يكن به مقرا على المعتمد وطلب البيع إقرار بالملك والعارية والعارية والإجارة إقرار بملك المنفعة لكن تعيينها إلى المقر رجل لو طلب بيعا طلب البيع إقرار بالملك فكذلك طلب العارية والعارية تعتفن على قوله البيع فإذن طلب البيع أو طلب العارية أو طلب الإجارة في العارية والإجارة إقرار بملك المنفعة لكن تعيينها تعيين أي شيء تعيين العارية والإجارة تعيين المنفعة كيف يملك المنفعة بطريق الإعارة أو الإجارة هذا إلى المقر هو الذي يعين وأما قوله ليس لك علي أكثر من ألف نعم لا لكن تعيينها لكن نعم تعيين المنفعة إلى المقر المقر يعين ولا يتعين لذلك تعيين تعيينها إلى المقر وأما قوله فإذن هذه أمثلة للاعتراف بحق يصح بها إقراره ثم هناك بعض صور لا يكون إقرارا هذا الذي يبين فيما بعد وأما قوله ليس لك علي أكثر من ألف جوابا لقوله لي عليك ألف هكذا رجل قال لآخر لي عليك ألف فإذا أجاب بقوله ليس علي أكثر من ألف ثم أو قال ماذا نتحاسب يعني هو لا لم يقر بشيء ولم ينفي بل قوله عارنا للحكمنا نتحاسب يعني ننظر الحساب أو قال ماذا اكتبوا لزيد علي ألف درهم هذا طلب الكتابة أو اشهدوا علي بكذا هذا طلب الشهادة أو بما في هذا الكتاب ما قال بكذا أو قال اشهدوا علي بما في هذا الكتاب كتاب يعني مكتوب الوثيقة فليس بإقرار بخلاف
أشهدكم مضافا لنفسه يعني لو أضاف الشهادة إلى نفسه وقال أشهدكم يكون إقرارا لو قال اشهدوا علي بكذا أو بما في هذا الكتاب لا يكون إقرارا فيه خلاف وهنا ذكر يعني وهنا المفهوم فقط المفهوم لا يعمل به في الإقرار هذا هو المشكلة يعني في هذه الصور عندما يقول يعني ليس لي علي أو ليس لك علي أكثر من ألف فمفهومه أنه يعترف بألف لكن لا يعمل بالمفهوم في باب الإقرار لذلك لا يكون هذا إقرارا ثم في الكتابة والشهادة هذا اكتبوا لزيد علي ألف درهم هذا طلب الكتابة وإذن الكتابة ومفهومه أنه أقر بألف لكن المفهوم لا يعمل به كذلك عند الشهادة هذا قوله اشهدوا علي بكذا هذا إذن الشهادة فقط ليس شهادة من نفسه من القائل فرق بينهما شهادته وكذلك يعني إذن للشهادة فرق بينهما فإذن لو كان شهادة منه يكون إقرارا مثاله هذا أشهدكم مضافا لنفسه ثم وقوله لمن شهد عليه هو عادل فيما شهد به إقرارا رجل شهد عليه بحق فإذن هذا الرجل قال هو عادل فيما شهد به يكون إقرارا كأن شهد علي فلان بمئة كإذا شهد علي فلان بمئة أو قال ذلك فهو صادق فهذا أيضا يكون إقرارا لماذا؟ فإنه إقرار أو إن لم يشهد إذا شهد علي فلان بمئة أو قال إذا قال ذلك من قال إذا قال فلان بأي شيء بأنه علي مئة لفلان هكذا قال فهو صادق ثم بعد ذلك لم يشهد ولم يقل بمجرد قوله هذا يكون مقرا ثم فإذن هذا بيان صيغة الإقرار ثم بما يأتي شرط في المقر به وشرط في المقر به ألا يكون ملكا لمقر بل يكون في يده فقط ينبغي ألا يكون ملكا للمقر فإذن لو كان هناك دليل على أن هذا العين الذي أقر به هو ملك للمقر لا يصح إقراره بل يكون لغوا هذا معنى قوله وشهدت في مقر به مقر به يعني هذا المال وهذا العين ألا يكون ملكا لمقر هذا يأتي في الإقرار بالعين لا يأتي في الإقرار بدين لمقر حين يقر وقت الإقرار ينبغي أن لا يكون ملكا لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك إقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له فهو الإخبار عن ملكه من هو المالك حقيقة هو المقر به المالك حقيقة هو المقر به المقر له نعم أليس المقر هذا الإخبار هو الإقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه متى يكون هذا إخبارا عن كونه ملكا للمقر له
لو لم يكذبه المقر له، يعني رجل أقر بحق لزيد والزيد يكذبه، هو يقول ليس علي عليك شيء، رجل قال علي لزيد ألف أو علي على عندي لزيد هذا الثوب أو هذا الشيء، فالزيد كذبه وقال أليس لي عليك شيء أو ليس لي ذاك الثوب عندك، هكذا لو كذبه لا يصح إقراره، لذلك أعطى هذا القيد، يعني إذا لم يكذبه، لو لم يكذب المقر له المقر يكون ملكا، يكون إخبارا عن ملكه وقت الإقرار. نعم، هناك شبهة لصاحب الحاشية في حل هذا القيد إذا لم يكذبه. فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد أو دين الذي على زيد لعمر لغو، لأن الإضافة إليه تقتل الملك له فتنافي الإقرار به لغيره، إذ هو إقرار بحق سابق. نعم، رجل قال ماذا داري أو قال ثوبي أو قال داري التي اشتريتها لنفسي، أولا يعني مجرد الإضافة، وهنا ذكر وصفا فيه تصريح بأن هذه الدار اشتراها له، ثم ماذا يقول، وهذه الدار أو هذه هذا الثوب أو هذه الدار التي اشتريتها لنفسي لمن هذا لزيد، وهذا لا يصح، كذلك دين الذي نعم هذا مثال للإقرار بالعين، ثم من هنا أو دين الذي من هنا مثال للإقرار بالدين، نعم ليس بعين، دين الذي على زيد لعمر، دين الذي هو دين لي على من على زيد، فهذا الدين لمن لعمر، فإذا أينما قال أولا دين الذي على زيد فالدين ملك لمن لهذا القائل، ثم هو يقول هذا ليس لي بل لعمر، لغو كل هذا لغو، لماذا؟ لأن الإضافة إليه إليه يعني إلى القائل إلى المقر تقتضي الملك له فتنافي، يعني هذه الإضافة منافية الإقرار به لغيره، إذ هو يعني الإقرار إقرار بحق سابق، نعم بحق سابق معناه ليس إزالة لملك بإقراره، ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار، يعني إقرار صحيح، لو ذكر مسكني، مسكن يعني مكان السكون، أو ملبوس لزيد، لماذا؟ لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره، ملبوس ينبغي ألا لا ينبغي أن يكون ملكا له، ملبوس إما يكون ملكا له أو ألبسه آخر إعارة أو هو استأجر ثوبا ثم لبسه، هكذا يكون ممكن كل هذا، ملبوسي أو يعني مسكني يسكن في مكان يستأجره أو يستعيره أو يملكه، هكذا لذلك هذا لا يلزم الملك، لذلك يصح الإقرار، ليس هناك تنافي بين هذا القول وبين الإقرار. ولو قال الدين الذي كتبته أو باسمي، يعني أصبح كتبت باسمي على زيد لعمر، فإذن هو حينما كتب الوثيقة كتب دين على زيد، أو هو كتب باسمه يعني علي، أو يعني هو كتب باسم يعني صرح باسم زيد كذا كذا، ثم هذا لعمر، فإذن الدين لعمر هذا صح، ثم أو الدين الذي لي على زيد لعمر لم يصح، ما الفرق بينهما؟ الدين الذي كتبته
الدين الذي كتبت باسمي على زيد لي أمرين. هذا إقرار صحيح. لو قال الدين الذي لي على زيد لي أمرين هو لا يصح، ليس بإقرار صحيح. ما الفرق بينهما؟ الفرق يعني الأول أن الكتابة لا يلزم الملك، ممكن هو كتب وكيلا. فإذا هذا الثاني، الدين الذي علي لزيد هذا يفيد الملك فلا يصح الإقرار. نعم. إلا إن قال واسمي في الكتاب عارية، لو قال هكذا فلا يصح الإقرار. نعم. اسمي في الكتاب عارية. وهو أقر ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره، يعني رجل أقر بحرية عبد وهذا العبد عند رجل آخر، ثم هذا لو أقر يعني لا يكون العبد حرا بل يبقى في يده، أو شهد بها يعني هو صار شاهدا على حرية عبد آخر، ثم اشتراه لنفسه، ثم هذا العبد دخل في ملكه إما شراء أو بطريق آخر أو ملكه بوجه آخر حكم بحريته. نعم. فإذا هو لا يملك بل هذا عبد صار حرا. نعم. ولو شهد أنه سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا لزمه ولم ينفعه ذلك لشهاده، يعني أولا قال أنه إنه سيقر بما ليس عليه، يعني سيقر إقرارا كاذبا هكذا أخبر أولا ثم أقر. هذا الإخبار الأول هل يكذب إقراره ويرده؟ لا يلغيه، لا يرده، بل الإقرار صحيح لو استوفى شروطه، شروط الإقرار. نعم. ثم وصح إقرار من مريض مرض موت ولو لوارث. بالنسبة إليه يصح الإقرار. نعم. إقرار من مريض مرض موت ممكن هو أقر لوارثه لابنه أو زوجته هكذا بدين أو عين، هنا يصح الإقرار بنوعين، إقرار العين إقرار الدين كليهما، فيخرج من رأس المال. لو كان هذا إقرار صحيح يخرج من رأس المال، يعني ليس مثل الوصية، الوصية تخرج من ثلث التركة فقط، ليس كذلك، هذا من تمام التركة يخرج. ثم لذلك لو أقر بأكثر من ثلث أو ما يستغرق عن تركته أو ما زاد على تركته كله صحيح. نعم. وإن كذبه بقية الورثة، ممكن عندما أقر لواحد من ورثته فكذب الآخرون يصح إقراره. لماذا؟ لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر والظاهر صدقه، يعني في مرض الموت ماذا؟ الرجل الكاذب أيضا يصدق، هذه هي حالة مرض الموت. كذلك الفاجر يتوب، ثم هذا الرجل كيف يفرض فيه أنه كذب؟ هذا رجل كان يعني مكلفا مختارا، ثم بعد ذلك كيف يفرض عليه أنه كذب؟ لا يفرض عليه. لكن للوارث التحليف المقر له على الاستحقاق فيما استظهره شيخنا خلافا للقفالي، ولو أقر بنحوه بدءا، ثم لكن للوارث تحليف المقر له، المقر له إما يكون أجنبيا أو وارثا أيا كان يجوز للآخرين، للورثة الآخرين، لو كان المقر له أحد الورثة أو لو كان أجنبيا فالوارثون كلهم يطلبون منه يعني من المقر له تحليف، يعني الحل على الاستحقاق فيما استظهره شيخنا خلافا للقفالي رحمه الله.
فإذا لو نكل لا يثبت نعم، لا يصح هذا الإقرار بل يلغو نعم. ولو أقر بنحو هبة مع قبل في الصحة قبل، وإن اطلق أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوارثي نزل على حالة المرض قاله القاضي فيتوقف على إجازة بقية الورثة كما لو قال وهبته في مرضي. نعم، إذا رجل يعني أقر بنحو هبة يعني في مرض موته ماذا قال؟ أنا كنت وهبته. الآن لا يعطي هبة في مرض الموت، لا يصح الهبة، بل هو أقر في مرض موته بأنه وهب شيئا من ماله قبل مرضه، هذا إقرار بنحو هبة ما قبل. ليس الهبة ليست بلازمة، لذلك أقر بأنه وهب وأقبل ما قبل، هذا القبل في الصحة. نعم، الهبة والقبض متى؟ في الصحة، يعني حالة الصحة ليس حالة المرض، هذا معنى قوله في الصحة. في الصحة يتعلق بقوله قبض وهبة، الهبة والقبض متى كان حالة الصحة، هذا الإقرار حالة المرض قبل. ثم وإن تلقى، تلقى يعني لم يعني يصرح بكون الهبة والقبض حالة الصحة، بل هو قال أنه وهب وأقبل فقط، متى وهب ومتى أقبل لم يصرح هل هو في حالة الصحة أو غيرها، هكذا إن تلقى عن قوله في الصحة. أو قال في عين، أو هذا الرجل قال، من هذا الرجل؟ يعني المريض مرض الموت، المسألة مفروضة في المريض مرض الموت. نعم، أو قال يعني مريض مرض الموت قال في عين، يعني قال في شأن عين عرف أنها ملكه هذا العين، عرف أن هذا العين كان ملكا لهذا الرجل، ماذا قال في حقه؟ في حق هذا العين هذه ملك لوارثي، وارثي يعني أحد ورثته، هكذا نزل على حالة المرض، نزل على حالة المرض معناه هذا القول ينزل منزلة تبرعه لأحد ورثته في حالة المرض فيخرج يعني من الثلث فقط. قاله القاضي فيتوقف على إجازة لا ثلث لا يتوقف على إجازة بقية الورثة. نعم، لو أجاز بقية الورثة فقوله ناجز صحيح وإلا ليس بناجز. نعم، كما لو قال وهبته في مرضي، هذا محترز قوله في الصحة، فإذن هذا المريض مرض الموت يقر بهبة، متى الهبة؟ إما في الصحة أو يعني أطلق أو أقر بهبة في المرض، وهذا لا يصح إلا بإجازة الورثة كذلك هنا. واختار جم عدم قبوله، يعني قبول عدم قبوله يعني قبول إقراره لوارثه، إقراره لوارثه غير مقبول، هكذا قال. متى هذا؟ إن اتهم لفساد الزمان، لو كان متهما لا يقبل، لماذا؟ لفساد الزمان، فساد الزمان كيف؟ التهمة بأي شيء؟ بقصده حرمان بقية الورثة، هكذا. لماذا يقر لأحد الورثة؟ لحرمان ومنع سائر الورثة من حقوقهم من التركة، لذلك كيف يقصد هذا؟ يقصد هذا المريض؟ نعم، هذا الزمان فاسد، لذلك أبناء الزمان الفاسد يفعلون هكذا. نعم، بل قد تقطع القرائن بكذبه، بكذب الرجل. نعم، لذلك لا
يقبل. فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي. فإذا القاضي جاءت عنده هذه الخصومة بين هذا الوارث المقر له وبين سائر الورثة، فماذا يقضي؟ فبماذا يقضي القاضي؟ لا يقضي القاضي بهذا الحق لهذا الوارث. لذلك قال فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي، يعني جاءت القضية إلى مفتي، فإذا المفتي لا يفتي بالصحة، القاضي لا يقضي بالصحة. ولا شك فيه، لا شك فيه يعني لا ينبغي، ما معنى لا ينبغي؟ لا يجوز هنا كما عبر به هنا في البجيرمي، لا ينبغي يعني لا يجوز، هنا الانبغاء بمعنى الجواز، فإذا لا يجوز. وهذا عدم الجواز ليس فيه شك، لا شك فيه يعني في عدم الانبغاء والجواز. متى لا شك فيه؟ إذا علم أن قصده الحرمان، القاضي يعلم، المفتي يعلم أن قصده الحرمان، عندئذ لا يجوز بلا شك. وقد صرح جم بالحرمة حينئذ، هناك قال يعني لا ينبغي فقط، بعدم الانبغاء يعبر، لكن جم من العلماء يعبروا بالحرمة صريحا. وقد صرح جم بالحرمة حينئذ، حرمة أي شيء؟ هذا حرمة الوصية، حرمة الإقرار، يعني هذا الإقرار حرام، لو قصد بإقراره حرمان سائر الورثة فماذا حكم هذا الإقرار؟ وهو حرام. نعم، هكذا صرح جم. وأنه لا يحل للمقر له أخذه، هكذا أيضا صرحوا. فإذن القاضي والمفتي، قاضي لا يحكم به، المفتي لا يفتي به، وكذلك إقراره حرام، أخذ المقر له أيضا حرام، هكذا كل. ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مريض، هذا مسألة أخرى، يعني رجل أقر حالة صحته بحق عليه لفلان ثم بعد ذلك مرض، مرض الموت، في مرض موته أقر بإقرار آخر ليس منافيا للأول، بل هذا أولا أقر لزيد حالة صحته ثم حالة المرض أقر لعمر هكذا لرجله، فإذن هل يقدم إقراره في صحته؟ لا يقدم إقراره في صحته. ومعناه لا يقدم يعني لو لم يستغرق ماله وتركته لأداء هذين الإقرارين، هل يقدم بإيفاء حق إقراره في صحته؟ لا يقدم بإيفائه، بل كلاهما مشتركان، فإذن بسبب اشتراكهما في ماله يؤخذ من تركته حسب النسبة والنسبة، يعني لو لم يكن يوفي بتمامه، هذا معنى قوله لا يقدر. ثم وصح إقرار بمجهول، صح إقرار بمجهول، صح إقرار بمجهول، نعم. يعني أراد به ما يعم المبهم كأحد العبدين، وبهذا أراد المصنف أنه لا يشترط في المقر به أن يكون معلوما، بل لو كان مجهولا أيضا يصح الإقرار، ثم كيف ينفذ إقراره؟ هذا بالتفسير بالاستفسار بعده، يعني هذا الرجل يستفسر عن هذا المجهول، مثلا هذا مجهول كشيء أو كذا، يعني رجل قال
لزيد علي شيء هكذا هذا صح إقراره ثم ماذا أراد بالشيء يسأل يستفسر أو قال كذا يعني رجل قال لي يعني لزيد علي كذا إقراره صحيح فيطلب من المقر تفسيره هذا للتنفيذ الإقرار نعم فلو قال له له علي شيء فلو قال نعم فلو قال له علي شيء أو كذا يعني له علي كذا هكذا ذكر قال قبل تفسيره بغير عيادة المريل ورد ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير ممكن بعد ذلك وحينما يفسر كيف يفسر يفسر بقوله لي له علي عيادة المريض ممكن هذا زيد كان مريضا عندئذ قال رجل لزيد علي شيء أو لزيد علي كذا ثم عندما طلب تفسيره هو قال أنا أردت أن له علي عيادة المريض هذا حق كما ورد في الحديث هذا من الحقوق من حقوق المسلم على المسلم كذلك ممكن هو فسر بقوله رد سلام لزيد علي رد سلام أو قال أقر بمال بشيء هذا شيء نجس لا يقتنى مثلا هو قال لزيد علي خنزير يعني هو قال أنا أردت بقولي الشيء أو كذا الخنزير أو أردت بقولي رد سلام أو عيادة المريض هذا غير مقبول فإذا يطلب تفسيره ثم ينبغي أن يكون تفسيره غير هذه الأشياء نعم ولو قال له علي مال قبل تفسيره بمتمبل أي شيء كان أي مال كان نعم وإن قال وإن قل نعم هذا متمبل ممكن يكون قليل جدا لا بنجس وهنا يعني فيما مضى لو كان نجس يقتنى مثلا كلب يندفع به هذا يسيء فيما مضى أما لو ذكر بمال لا يصح تفسيره ولا يقبل تفسيره بكلب لماذا؟ وهذا الكلب نجس وهو لا يقال مالا النجس لا يكون مالا أما فيما مضى لم يذكره يعني مالا بل قال شيء أو كذا إذا شيء كذا كلها يصدق على المنتفع به نعم ولو قال هذه الدار وما فيها لفلان صح إذن ما في الدار يكون مجهولا مبهما كم يكون ماذا يكون لا يدرى عادة ثم وإن استحق جميع ما فيها يعني هذا صحيح والفلان يستحق جميع ما في هذه الدار وقت الإقرار نعم ماذا يوجد في الدار وقت الإقرار كله لذلك الفلان فإن اختلف في شيء هو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة يعني متى يقبل قول المقر له لو كان له بينة وإلا لا يقبل نعم ثم وصح إقرار بنسب ألحقه بنفسه والذي سبق أن إقرار دين نوعين وهذا إقرار بنسب رجل يدعي عن رجل عن ولد أنه ولده هل يصيح أو لا يصيح نعم يصيح هذا قال وصح إقرار بنسب ألحقه بنفسه كأن قال هذا ابني نعم لكن هناك شروط لصحة إقرار بنسب بشرط إمكان فيه بشرط إمكان فيه يعني في صحة هذا الإقرار في هذا الإلحاق بأن لا يكذبه الشرع والحس
لو كذبه أحدهما فليس بإمكان، هذا الإلحاق ليس بممكن، فلا يصح الإقرار بإلحاق النسب. كيف هذا؟ يكذب الشرع وبالحس بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه، وبأن لا يكون معروف النسب بغيره. فإذا هذا الأمثلة التصوير على اللف والنشر غير المرتبين المعكوس. أولا ذكر ما يكذبه الشرع والحس، ما لم يكذبه الشرع والحس، ثم عند ذكر تصوير التكذيب قدم ما يكذبه الحس، ثم ذكر ما يكذبه الشرع بأن يكون دونه. من يكون؟ يعني المستلحق يكون دونه دون المستلحق. مثلا زيد قال إن عمرو ولده، فإذا عمرو بأن يكون، بأن يكون يعني المستلحق، مستلحق دونه دون المستلحق، يكون ضمير يكون إلى المستلحق بفتح الهاء، مستلحق. زيد قال إن عمرو ابنه، فعمر يكون أدون سنا أصغر سنا دونه، عمر يكون أدون يكون دونه دون زيد في السن. كيف يكون دونه؟ بكم يكون دونه؟ بزمن يمكن فيه كونه منه. هذا الذي يعتبر يعني إمكانية كونه منه. فإذا ممكن يكون هذا عمر في المثال الذي ذكرته هو أكبر سنا من زيد. كيف يكون أكبر؟ يعني بما يقل من عشرة أشهر، بما يكون أقل من عشرة أشهر. فإذا هذا يعتبر أدونا. لماذا؟ هذا أقل الحمل عشرة أشهر، فإذا ينبغي أن يكون هذا بأقل، نعم، بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه ابنه، وبأن لا يكون معروف النسب بغيره. وهذا لتكذيبه الشرع، لو كان هذا الأمر معروف النسب بغيره ثم ادعاه زيد أقر بنسبه له فهذا لا يصح. هكذا لو كان تكذيب من الشرع أو الحس فلا يصح وإلا يصح. ثم ومع التصديق مستلحق آهل له، ثم شرط آخر ينبغي لصحة الإقرار بالنسب، أولا عدم تكذيب الشرع والحس له، ثم ثانيا ينبغي تصديق مستلحق به آهل له، أهل للتصديق. فإن لم يصدقه أو سكت لم يثبت نسبه إلا ببينة. فإذا ما كذبه لم يصدقه بل كذبه أو سكت، سكت يعني لم يصدق ولم يكذب، سكوت. ثم أو قال لا أعلم، لو قال لا أعلم فحكمه حكم السكوت، لم يثبت نسبه إلا ببينة، لم يثبت نسبه هذا المستحق مستلحق للمستلحق إلا ببينة، يعني فبهذا الإقرار لا يثبت، لو صدقه يثبت بمجرد الإقرار، نعم. ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقبال بعدها فادعى فساده لم يقبل، يعني أولا هذا الرجل أقر بشيء ببيع ثم ادعى أن
أن بيعه كان فاسدا. اليقبل دعوى الفساد لا يقبل دعوى الفساد. كذلك رجل أقر بهبة وقبل وإقبال أيضا. هناك في نسختكم يوجد وقبل أو يعني هبة وإقبال فقط؟ كيف نسختكم؟ نعم في بعض النسخ هكذا قبل وإقبال. ثم لا حاجة إليهما بل يكفي أحدهما والآخر لازم. بعد النسخ هذا يكون تصريح بما علمنا أو هبة وقبل وإقبال بعدها بعد الهبة. لماذا؟ في مسألة الهبة يجب للزومها القبض. لذلك لو أن أقر بهبة وإقبال بعد الهبة ثم يدعى فساد الهبة هل يقبل دعوى الفساد؟ لا يقبل دعوى الفساد. يعني يعمل بمقتضى إقراره. يعني ما هو العمل بمقتضى إقراره؟ يعني يؤاخذ كما ذكرنا سابقا. ما لم يقبل في دعواه فسادا. وإن قال أقررت للظن الصحة. لو قال هكذا أيضا لا يقبل. هذا مبالغة لعدم القبول. لا يقبل في دعواه فساده. وإن قيل أقررت للظني الصحة يعني للظني صحة البيع أو للظني صحة الهبة لأجل ذلك هو أقر. ثم علم أنه كان فاسدا هكذا ادعى لا يقبل. لماذا؟ لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح. يعني عند الإقرار هو أقر ببيع. هذا بيع معناه بيع صحيح. لماذا؟ الاسم يعني اسم المعاملات اسم العبادات تطلق وتحمل على الصحيحة. لذلك إذن حينما ادعى بأنه باع معناه بيعا صحيحا. ثم بعد ذلك ادعى فساده وهذا ينافي إقراره. لو قبل كأنه قبول للرجوع عن يعني الإقرار. هذا لا يقبل رجوعا عن يعني الإقرار. نعم. فينبغي لا لأن الاسم عند الإطلاق يعمل على سينا. إن قطع ظاهر الحال بصدقه فينبغي قبول قوله هكذا ذكر. إن قطع ظاهر الحال يعني ظاهر هذا حال هذا المدعي يعني المقر ببيع أولا ثم مدعي فسادا أو هبة هكذا يعني كيف يكون ظاهر حاله يقطع بصدقه؟ هذا ينبغي أن يكون قطعا ليس احتمالا ولا ظنا بل قطعا كبدوي جلف. كبدوي جلف جلف يقال جلف الرجل بمعنى غليظ طبعه. يعني هذا رجل غليظ يقال لأحمق أيضا. نعم. لو كان هذا يعني رجل قربي ليس عنده ثقافة ولا حضارة وهكذا. فإذا هو لا يميز بين الصحيح والفاسد هذا مشكلة. فينبغي قبول قوله كما قاله شيخنا رحمه الله. وخرج بإقبال ما لم اقتصر على الهبة. يعني هو أقر بأنه وهب فقط لم يصرح بالقبض فلا يكون مقرا بإقبال. فإن قال ملكها ملكا لازما يعني هو قال هكذا ملكها ملكا لازما يعني وهو يعرف معنى ذلك كان مقرا بالإقبال. يعني لو أقر بالهبة فقط هل يكون مقرا بإقبال أيضا؟ لو أقر بالإقبال تكون الهبة لازمة وإلا لا تكون لازمة. هذا مشكلة. فإذا لو أقر بهبة لا يكون مقرا بإقبال يعني فالهبة ليست بلازمة يصح فيها الرجوع كما سبق في باب الهبة. ثم فإن قال ملكها ملكا لازما يعني أنا وهبت لزيد كذا وملكها زيد ملكا لازما
يكون هذا إقرارا بالقبض، وهو ثم ينظر في حاله هل يعلم معنى الملك اللزومي والملك غير اللزومي هكذا. كان مقرا بالإقباض وله التحليف المقر له أنه ليس فاسدا على إمكان ما يدعيه، ولا تقبل بينته لأنه كذبها. نعم، وله تحليف المقر له، يعني هو أولا أقر ببين ثم ادعى فساده فلا يقبل فساده، دعوى فساده. عندئذ هذا المقر يطلب من المقر له اليمين، فإذا بأي شيء هو يحلف؟ يحلف بعدم فساد البين، بل هو يدعي ويحلف على صحة البين أو على صحة الهبة لو كان متهبا. المتهب يحلف على صحة الهبة. نعم، فإذا هكذا ما هو فائدة هذا الطلب، طلب التحليف؟ فإذا لو لم يحلف المقر له على البيع الصحيح أو على هبة الصحيحة فاليمين تكون مردودة فيقبل دعواه، فيقبل دعوى من دعوى هذا المقر بفساد البيع أو فساد الهبة. هكذا يعني طريقة أخرى يمكن الاستفادة منها. لذلك قال وله يعني تحليف المقر له أنه ليس فاسدا لإمكان ما يدعي، هذا ممكن. ثم ولا تقبل بينة، هل تقبل بينة المقر على أي شيء؟ بينة، بينة بفساد البيع أو بينة بفساد الهبة لا يقبل. لماذا؟ لأنه كذبها بإقراره، هذا الرجل هو كذب هذه البينة بإقراره. يعني سبق أن بينا البيع يحمل على الصحيح، فإذا حينما قال يعني هذا بينة، يعني حينما قال بعت أو وهبت هذا يحمل على بيع صحيح وهبة صحيحة، ثم بعد ذلك عندما يأتي ببينة على فساد البيع أو على فساد الهبة فهو كذب هذه البينة فلا يقبل بينته. فإن نكل يعني حلف المقر أنه كان فاسدا وبطل البيع والهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار من المقر له. فإذا كأن المقر له أقر بفساد البيع والهبة لذلك يفسد. فإن نكل على بقية قوله وله تحليف المقر له أنه ليس فاسدا، فإن نكل حلف المقر أنه كان فاسدا وبطل البيع والهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار. ولو قال هذا لزيد بل لعمر هكذا حتى في لفظه بل بل الإضراب، فإذا ماذا يكون الحكم؟ يعني هذا الذي يقول رجل قال هذا لزيد بل لعمر أو غصبت من زيد بل من عمر هكذا. مسألة الغصب أضيف إليه، هذا في الحقيقة مسألة الإقرار، هذا يكون الصورة الأولى فقط. نعم، فإذا سلم لزيد عندئذ في هاتين صيغتين الإقرار وكذلك الغصب يسمى مسلم لزيد، سواء قال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه، يعني بعده قوله بل لعمر، قوله بعده بل لعمر، وهذا لا يبطل ما أقر أولا لزيد، لا يبطل ما أقر أولا لزيد، لذلك قال سلم، سواء ذكر هذا بل لعمر متصلا أو منفصلا. ثم وإن طال الزمن
لامتناع الرجوع عن الإقرار، نعم، بحق النادمي. ثم وغرم بدله لأمر، وكذلك هو يكون بقوله لأمر يغرم بدله لأمر، ولو أقر بشيء يعني هذا بدل، إما يكون يعني في المتقدم بالقيمة وفي المثلي بالمثلي. لماذا؟ وقال هذا لزيد، أو يعني غصبت هذا، فإذا هذا الشيء هو عين معين، وهذا ثبت لزيد، ثم ماذا ثبت لأمر؟ ثبت لأمر بدله إما قيمة أو يعني مثلا، فإذا وبهذا القول لا يثبت إقراران، إقرار لزيد وإقرار لأمر، بخلاف مبطلع يعني وضع اللغة، وضع اللغة يبطل الثاني الأول، لكن في باب الإقرار ليس كذلك، نعم. ثم ولو أقر بشيء ثم أقر ببعضه، دخل الأقل بالأكثر، أولا أقر بألف ثم أقر بثلاثمائة أو خمسمائة فقط، فإذا هذا الأقل داخل بالألف ليس زائدا على الألف، نعم. ولو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه إليه، رجل أولا أقر هكذا بدين ثم ادعى أنه أدى هذا الدين وأنه نسي ذلك حالة الإقرار، متى أدى؟ يعني قبل الإقرار، هو يدعي هكذا أنه أدى هذا الدين قبل الإقرار، لكن وقت الإقرار كان ناسيا لهذا الأداء، لذلك أقر حالة الإقرار، سميت دعواه للتحليف فقط، يحلف المقر له للتحليف، يعني تحليف المقر له بأي شيء يحلف المقر له بأنه لم يؤده، نعم. فإن أقام بينة بالأداء قبلت على ما أفتى به بعضهم، يعني المقر أتى ببينة على ما على أنه أدى هذا الدين قبل الإقرار، نعم، أفتى به بعضهم لاحتمال ما قاله، كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمعه، هذا في أي دعوة كان، رجل ادعى عند قاضي بشيء فإذا طلب القاضي منه أن يأتي ببينة فقال لا بينة لي ثم أتى ببينة يقبل هذه البينة، كذلك هنا أيضا، ولو قال لا حق لي على فلان ففيه خلاف، رجل هكذا قال لا حق لي على فلان، لا حق لي على فلان ففيه خلاف، ففيه خلاف معناه، والراجح منه أنه إذا قال فيما أظن أو فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت، يعني رجل عندما أقر لآخر، مثلا رجل أقر لزيد حقا، فالزيد قال على حق لي على هذا الفلان، زيد هكذا، ثم ماذا قال؟ لا، يعني حينما قال لا حق لي على فلان هو قال فيما أظن أو قال فيما أعلم، لا حق لي على فلان فيما أعلم أو لا حق لي على فلان فيما أظن، هذا قول المقر له، لا حق على فلان لي على فلان، ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت، نعم. وإن لم يقل ذلك لم تقبل بينته، يعني لم يقل ذلك معناه قوله فيما أظن أو فيما أعلم لا تقبل بينته، لماذا؟ لأنه يكذبه، إلا إن اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر، لو كان معذورا بنسيان أو غلط ظاهر بالنحو، معناه يعني يدخل بالنحو الإكراه، هكذا لو كان معذورا يقبل وإلا لا يقبل، نعم. فرغنا من مسائل باب الإقرار، ثم باب بالوصية، اليوم إن شاء الله نوقفنا، لأن بعض الناس يعني هم يتصلون بي.